إذا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب، قناة شوف تيفي وشوف سبور، أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من هنا من مدينة وضزم حافلة فريق أولمبيك تشيرا تصل في هذه الأثناء في هذه اللحظات وسط تواجد أبني كبير لملعب الشهداء بمدينة وضزم. والحدث مقابلة اليوم مقابلة الدورة 26 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، والتي ستجمع في تمام الساعة 5 بعد زوال اليوم بين فريقي سريع وضزم الفريق المستضيف وضيفه أولمبيك تشيرا برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني. وطبيعة الحال وسط تواجد أمني كثيف حافلة فريق أولمبيك تشيرا تصل لبوابة وأبواب المركب ملعب الشهداء، الملعب البلدي ملعب الشهداء بمدينة وضزم وسط تواجد أمني كثيف كذلك في هذه الأثناء وفي اللحظات بالضبط وصول حافلة فريق السريع وضزم في نفس الوقت والحين والآن. بطبيعة الحال وسط تواجد أمني كثيف، إذا حافلتي فريقي أولمبيك تشيرا وسريع وضزم تصلان في هذه اللحظات في هذه الأثناء لبوابات وأبواب ملعب الشهداء بمدينة وضزم قبل المقابلة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة 5 بعد زوال اليوم برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني. المقابلة اللي غادي تنطلق في تمام الساعة 5 بعد زوال اليوم هنا في الملعب البلدي ملعب الشهداء بمدينة وضزم. عمر كما قلت متابعينا مشاهدينا الكرام، وصلت حافلتي الفريقين بالتزامن في نفس الوقت والآن وسط تواجد أمني كثيف لبوابة وأبواب ملعب الشهداء بمدينة وضزم ملعب البلدي بمدينة وضزم. الحدث مقابلة اليوم مقابلة الدورة 29 والتي ستجمع في تمام الساعة 5 بعد زوال اليوم بين فريقي سريع وضزم و أولمبيك تشيرا. دنت الأجواء العامة وسط تواجد أمني كثيف طبيعة الحال متابعي شوف سبور ومتابعي شوف تيفي أينما كنتم، أجدد الترحاب بمن التحق بي في البث المباشر في اللحظات وفي الأثناء. كما قلت وسط تواجد أمني كثيف حافلة فريق أولمبيك تشيرا وحافلة سريع وضزم كيوصلوا بالتزامن هنا لملعب الشهداء الملعب البلدي بمدينة وضزم قبل انطلاق المقابلة اليوم. سريع وضزم يستقبل أولمبيك تشيرا برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني. ما قلت متابعينا مشاهدينا الكرام حافلتي الفريقين وصلت بالتزامن في نفس الوقت بالضبط هنا قبل الساعة 16 دقيقة بالضبط. متابعينا مشاهدينا الكرام حافلتين وصلتا إلى بوابات الملعب البلدي ملعب الشهداء بمدينة وضزم وسط تواجد أمني كثيف وكبير وسط تنظيم محكم أمنيا بطبيعة الحال. متابعينا مشاهدينا الكرام كما كنشوفوا على البث المباشر تواجد أمني كثيف ومكثف هنا إجراءات وترتيبات أمنية محكمة في
بوابات وأبواب ملعب الشهداء بمدينة واتزم سريع واتزم الذي ضمن بنسبة كبيرة مقعده في بطولة القسم الثاني البطولة الاحترافية في قسمها الثاني بعد المقابلتين الأخيرتين. أولمبيك التشيرة مرتاح في سلم وسط الترتيب كما قلت متابعينا مشاهدنا الكرام وصول حافلات فريق أولمبيك التشيرة وسريع واتزم لبوابات وأبواب المركب ملعب الشهداء بمدينة واتزم قبل لحظات قليلة من الآن وصول حافلتي الفريقين هنا لاعبين دخلوا لمستودعات الملابس استعدادا لمقابلة اليوم مقابلة سريع واتزم يستضيف أولمبيك التشيرة برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني كما قلت متابعينا مشاهدنا الكرام وسط إجراءات أمنية وتواجد أمني كثيف وسط ترتيبات أمنية محكمة متابعينا مشاهدنا الكرام هنا بوابات وأبواب ملعب الشهداء بمدينة واتزم حافلتي الفريقين وصلت إلى هنا قبل لحظات قليلة من الآن كما قلت متابعينا مشاهدنا الكرام وصول حافلة أولمبيك التشيرة وسريع واتزم لبوابة وأبواب الملعب ملعب الشهداء ملعب البلدي بمدينة واتزم متابعينا مشاهدنا الكرام وسط تواجد أمني مكثف وسط ترتيبات وإجراءات أمنية محكمة هنا متابعينا مشاهدنا الكرام إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة واتزم من ملعب الشهداء الملعب البلدي إلى اللقاء.